من تقديم كايرو دلتا وصفحة طنطا مول. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة طنطا الأسبوعية. في يوم وليلة السيف اتقلب شتا، وأهل طنطا اشتكوا. لو ده شتا أمال ده يبقى إيه؟ من أمام مبنى محافظة الغربية، مظاهرات طلاب الثانوية العامة على قرار العشر درجات لازم يجبون نفسهم، والنتيجة كانت الإلغاء. جبارة عشان احنا من طنطا وقناتنا القناة السادسة لازم نغطي فعاليات المولد، والتغطية كانت عظيمة. وأهل مصر ويحيى مصر يا حاجة مصر. تصور دلوقتي اهتمام من مجلس المدينة ان في سيارات رش ورزاز لقطاع الناموس او بعض البعوض برضه حفاظا وحماية للمواطنين، وده شيء يشكر عليه الجهاز التنفيذي في مدينة طنطا. حاجة لسيادة العفاد استأذنك بس الناس ترجع بس ورا. شكوى اهالي طنطا شكوى متكررة في عدم وجود امصال للسموم في مستشفى طنطا الجامعي، ويستمر الاهمال. ربعمية مواطن بالغربية لم يستلموا شققهم منذ 8 سنوات، معلش أصل مصر محتاجاهم. عندك أولاد؟ آه عندي 7 في الشهر؟ آه 7 أولاد. 7 أولاد؟ آه 7. أمك موجودة؟ آه موجودة وقاعدة معايا. قاعدة معاك؟ حماتك موجودة؟ هذه الأخرى قاعدة معايا في نفس الأوضة. فين؟ في نفس الأوضة. كلكم قاعدين في أوضة واحدة؟ آه. الله، سايبين الشقة كلها وقاعدين في أوضة واحدة؟ هي أوضة يا سيد. أنت شقتك أوضة. أنت وأمك ومراتك وحماتك؟ وسبع عيال؟ وبتاخد 7 جنيه؟ اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. طرد محمد صلاح، أصل الحكم اتقمص. عملتني ليه؟ عملت إيه؟ أنا قائد بمزاجي، أطلعك أنزلك بمزاجي. ليه؟ تعلق ده والإخفوه من وشي. بصوته ده، بصوته. الله يجزيك. هذا البرنامج برعاية طنطا مول. ما ينفعش تكون من طنطا وما تعملش لايك على صفحتنا. كايرو دلتا، اول شركة ميديا وانتاج فني في طنطا. حادثة غريبة في طنطا، شاب حاول قتل فرد امن ببنك المصرف المتحد وظل يردد الشهادة والتكبير ويقول حلال دم اي عسكري. بصراحة لا تعليق. اخ شريف، الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تلفز كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي ايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. للمرة الثالثة مستريح جديد ينصب على اهالي قرية شنرا ب 107 مليون جنيه. يا مفتري، ناس طيبين قوي. تقدم كل من الدكتور أحمد عبد السلام موسى، والدكتور الرفاعي إبراهيم مبارك، والدكتور عادل عبد الفتاح الميهي، والدكتور عادل عبد المنعم المسدي لشغل وظيفة عميد كلية تجارة طنطا. وخلصت أخبارنا. أشوف